انا صرت اشك ابو يا جماعه لقلي بالبقاله حق مقلب البار. الله يستر. السلام عليكم. السلام. شفت جاي؟ شفت جاي حليب. وش حليب؟ حليب لا ما في مقلب ولا شيء. حليب عادي. اصد حنا مقلين نشرب حليب. ايه يقولوا حليب يقوي عظام. ايوه. متى عمرك شربت حليب؟ والله زمان. زمان وانا زمان وتلقى عيال زمان جايب العيال جايب لك عليها شربي. ليه عليها شربي؟ حليب والله حليب عادي مش بلاها كمان. يلا صيل لك 100 ريال. ايوه كاش الان تاخذه. 100 ريال؟ ايه. اذا العيال خذوا منك الحليب. لا ياخذون. ليه ما ياخذون؟ ياخذون. ليه ما ياخذون؟ يعني مقلب العصير امس عشان المقلب. مقلب العصير ما هو شيء عادي. يعني انت تحس فيه ثقة؟ فيه ثقة للحين موجودة الثقة. 100 ريال اذا خذوا. يلا تخذ. يلا الحين. يا جايب لك حليب. والله يقولون يقوي على بعض. وش اللي بس؟ وش اللي ما بس؟ امسك. حليب. وشو حليب؟ ما ادري. امسك حليب. والله ما ابو شيء. ما ابي يا رجل. احسنك. وشيء انا لا درجه صورت سيء عند عيال. صورته سيئه يا عيال. عندك كم؟ اسوء صوره. لا وش الناس ثقه للحين موجوده يا عيال. ابي الثقه. ابيكم تعطوني ثقه وابد. ما عليك من فيصل هذا شكاك. هذا يجيك خويه. ما عليك منه. لا تصير زيه. انت ذكي. انت تدري اني انا قد الثقه صح؟ امسك اشرحي. امسك اشرحي. اشرب. ما يحط بي شيء يا مزيك. اشرب بفوز بالمية بس. امسك. اشرب. 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 كبير وعاقل وفاهم. ايوه. ضاري متحديني على 100 ريال. اذا انك شربت الحليب هذا. انا اسوي كريم البقال. قال فيصل ما ابغى يشرب. قلت له اشرب بالعكس يقوي العظام ويساعد على الفيتامينات واجد يعني بالجسم. فاشرب. اوي. اشرب. اشرب يا رجال فكر. اعطيك 100 ريال بس ما ابي اشرب. اعطى. عطى. والله انا صيد المية ولا ما همي شربت ولا ما شربت. اخر شيء اخر شيء توقع ان اخويك ما يتربك. لا ما هم صدقين. خربت على روحك انت. شكرا. استعدل لك هو بقى. حط نوم. شفت انه ما في شيء. حليب عادي. وشو؟ فيصل هل انت مع مقولة الوظيفة أمان من الفقر حرمان من الغنى؟ أمان من الفقر أمان. حرمان من الغنى لا. البخيل غني. البخيل الموظف غني. غني. والله ممكن. يعني ضد هالمقولة هذه. هابط ضد. وأصيل عندك رأي في هذا الموضوع؟ لا أنا مع المقولة. مع المقولة؟ مع المقولة. الوظيفة أمان من الفقر حرمان من الغنى. أيه. علل. يعني أنت وش تبي؟ تبي تتزوج؟ تبي تشتري لك بيت؟ تبي تشتري لك سيارة ولا لا؟ صح. خلاص الوظيفة تجيب لك الأشياء هذه ممكن. إذا وظيفتك طبعا جيدة. أكيد أكيد. فوق هذا تشتغل 8 ساعات. خلاص ونهاية الشهر ينزل لك راتبك. خلاص وش تبي أكثر من كذا؟ حرمان من الغنى. ممكن إنك تصير غني بحالات. مثل. إذا استغليت فرص تجيك بالحياة. إذا استغليتها صح. وإذا ما استغليتها عادي عندك وظيفة. حالك زي حال أي شخص. حالي يعني زي عادي. الحين لما يقول حرمان من الغنى هي تعب منك من الفقر بس مو معناته انه انك غني. ايش اسمه ان عندك بيت
ولا متزوج. صح ممكن بجار. يمكن ما تقدر تخليك تتزوج بس إنه ما خلتك فقير. يمكن ما عندك بيت. الزواج مع رزقه يا رجل. لا مو يجي مع رزقه لا تقول لي الوظيفة. يكلمك إنه الوظيفة ممكن بس. أنت عم مزيكا مع ولا ضد؟ يا أخي أنا مع. إن الوظيفة أمان من الفقر حرمان من الغنى. نعم تحرم. حرمان من الغنى. تحرمك من الغناء، تحرمك من الحرية في أنك تشتغل طول. تأخذ لك قرض يا أخوي تسوي لك مشروع يمكن الله يوفقك تنجح به. هذا كلام. إيه؟ هذا اللي يفهم. تتفق. عقل. إيه بس الوظيفة لها وقت متى تبي تفضل الشغل كثير. صح. لا تقول أنك بسبب. طارضو عندي وجهة نظر عن مزيكا. يا أخي والله ما أدري. توقف لك أجيب الناس كلها. وش هي عم مزيكا أنت وش تقول؟ اللي أبوه فقير طبيعي إيه يجي ولده فقير؟ الإنسان يتأقلم فمثلا اللي إنسان فقير يجي ولده فقير ليه؟ طبيعة الإنسان متأقلم يعني قصدك يأخذ الصفات هذا من أبوه؟ لا لا بالوقت هذا لا لا أنا بالعكس أشوف اللي يجي أبوه فقير يطلع أولده يطلع شغال هذا الحج يطلع فعلا يكد يطلع عصب ديتس يا حبيبي هيه؟ بس الفكر تكلم عن الفكر يعني ممكن الفكر ما هو وده يشتغل استنسخ الصفات من ابوه يشتغل بس ما عنده افكار ما عنده امكانيات خلى الشواذ في فئه تغتني في فئه تشغل مخها تدخل في خارج الصندوق تطلع وتنجح لا بالوقت هذا صار الشواذ هم اللي انت تقولها هذول لا يعني بالوقت هذا في تطور اي تطور خاص كل شيء تقدر تطلع عليه كل شيء تقدر تشوفه الواحد هو صغير يعرف امور كبيره خلاص صار اصغر مننا ادهى مننا صح تدري انه اقنعان اقنعك بشو تدري انه اقنعان ما اتوظف اصير تاجر واصير غني وهذا إيه؟ فكرت به هذا فكرت به فكرت من يوم رايح كلنا فكرنا في الشيء هذا يعني اجابت اللي مش وين اعتبري ما اجبت الحين ابعد السؤال مره هل انت مع لا اربع دقائق ونص تغير فكرك والله غيروا عن مزيكا لانك فاشل ليه ولا راح تنجح ليه ولا راح تستمر ليه؟ يا فاشل ما عندك شخصية ما عندك شخصية انت وش الشخصية؟ تلبس شماغ وتسكب هذه الشخصية فقع وجهه انا يا اخي ما ادري ليه يزعل اذا قلت فيه ذيب يزعل على طول على طول عمو زيك انت ذيب اه ما انا ذيب يا اخي ذيب انت لا ما انا ذيب ليه؟ ما ادري وش فلا يزعل ليه يا عمو زيك ليه تزعل؟ ذيب حيوان ولا انسان طيب الذيب فيه صفات حلوة وش فيه من صفات الذيب الحلوة؟ شجاع الذيب ليتك تصير نص شجاعته ها شجاع يقدح الذيب به شجاعة لكن ما هو الشجاعة منه الذيب حيوان لكن نصف هذه من الإنسان شجاعة المرية شو تقدر تواجه لك 100 راس غنم لحالك؟ إذا كنت مدربها تقدر تواجهها؟ مو لازم ما تدرب هو الذيب 100 راس غنم ايه الذيب يواجهه يواجه 200 شلون او طح بس ما طح الثور صراحه طح عمو زيكا يا هلا نبي رساله اليوم انا استغرب من الشخص اللي يحب الاخرين يحب اخ ام الفئة هذه زوجته ولا يعبر لهم والمفروض من السنة أنه يعبر لهم هذا الحب وهذا المكانة لأنه يقوي العلاقة ويشعرهم بالمكانة هذه اللي في خاطره ومن السنة أنك تعبر الرجل الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إني أحب فلان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أخبرته فقال لا قال إذن اذهب فأخبره وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحبوبين عبروا عن حبكم السلام عليكم يا جماعة كيف الحال شكم طيبين طبعا زي ما انتم شايفين اليوم عندنا تحدي للشباب نبي نشوف من عنده الذائقة 100% وش العصيرات العصيرات تقريبا متشابهة عندك اللي هو سبرايت سفن ديو وفانتا حلو حلو تمام كل واحد راح ألخبطها انا كذا راح اسوي لها اللخبطة حلو. كل واحد بيذوب بتقول لي وش اسمه العصير اللي شربته حلو وش الجائزة وش تبون جائزة اي والله ما في احنا من الجرينجش يلا ايش تبون جايزه 500 ريال 500 عشان تذوق ما حد مهتم
بعدين ماني فيصل ترى انا. هز هز 150 يلا 150. تبون ولا صخنوا؟ يلا 200 عشان 200 يلا 200 200 اصبر الحين بجهز المسابقه ابعدوا. طبعا من هنا يا جماعه الفتحه صغيره، اتمنى ان شاء الله انهم ما يغشون. اتوقع مو واضح هنا الشفاط. ايه والشفاط راح يكون موجود، شفاط كبير فما ما راح يشوفون. يا سلام بلخبطها بلخبطها بغير. طبعا يا سلام بنبدا بفيصل الحين. فيصل اذا جبت تاخذ 200، وش العصير الاول؟ بيبسي ديو. هذا سبرايت. هذا سبرايت؟ ايه. حلو اللي بعده. فانتا. بسرعة وراك ناس بتاخذ 200. كم لازم يجيب واحدة ضاري؟ لازم يجيبين كلها. ايه قاعد نابع. داقين كلها. يلا يلا. لحظة عطوا وقته يا. هذا ايه الديو هنا سفن. خلنا نبدأ من يسار. سفن ايه ديو فانتا. وش قلت انا؟ ما ادري عنك. قلت لك ما ادري موجودة. سفن شيك على الفار. ها انحست الله يا ظالم. خلاص بعدك ناس ما انت يا ولد بناخذ 200. اصبر يا عيال اعطوا وقت. فانتا ايوه. شو اسمه سبرايت. حلو. ديو سفن. جاهز عم مزيكا؟ اي يلا توكل عليك. بسم الله. يا سلام. هذا احس انه لا لا تحس اعط راحتك خذ راحتك. هذا سبرايت. حلو. ادري ما ادري انا اقول حلو عشان اللي بعده. سفن. يا سلام. ديو. يا سلام. وش اللي بعده؟ سمعت هذا انجلوس سبرايت. في سبرايت في ديو في فانتا في سفن. فانتا. تأكد وشن عد اللي من اليسار. سبرايت. حلو سبرايت متأكد. حلو هذا سفن. حلو هذا ديو. يا سلام. هذا الديو. هذا الديو. تعرف الديو. هذا الديو. في فانتا. فانتا هنا اللي هو. يا ولد. حسيت تذوب عنده. خلاص شربت عصير. هو صيد ويشرب خلاص. هو صيد ويشرب ما صيد هو يدعوه. هذا الفانتا. يلا عطني اياه من يسار بسرعه بسرعه. يلا بسرعه خلص الوقت. كم من يسار؟ هذا الفانتا. حلو. سريع. سمارت صح؟ حلو. ديو. حلو. سبع. يا سلام. جاهز اصيل؟ جاهز. يلا بسم الله. هذا ديو. حلو اللي بعده. لا هذا ديو. والاول الاول وش ما ادري ارجع له شوي. هذا فانتا. حلو هذا ديو. صدق ديو ما ادري انت قرر. هذا سفن. سفن وقت سيدي اذا مين سفن. لك 200 ريال اذا مو سفن. لا. ولا سفن. طيب. هذا فانتا. ديو. ديو. كله ديو. اصبر.
صبار ايش اسمه؟ سبرايت سبرايت ايوه ديو خلاص يعني من اليسار خلاص ابدلي من اليسار قلنا سفن حلو فانتا حلو هذا وش قلنا؟ والله ناسي الظاهر ديو ايوه الا ديو هذا سبرايت يا سلام هذا تحدي لمن؟ هذا للعيال وللمتابعين على كم؟ على 2000 ريال حلو ما قلت لك حلو اللي يجيب وش بقى الصندوق ها؟ له 2000 ريال يا سلام يا سلام عم بيغلق الحين مدة كم؟ 24 ساعة يا سلام يا سلام والله فيصل خربها على قولتهم طيب شيء معروف حاجة واحدة بس ما أقول له حاجة واحدة إيه يا سلام اي والله انا شفت انا موجود عارف حاجه يا سلام يا سلام طيب لو يجيبون عيال الحين ها لو يجيبون عيال الحين فكر الحين ولا حمال فيريا اللي يجيبوا له فيريا وش اللي يا سلام جو يا هذا صندوق فيه داخل شيء اللي يقول لي وش الشيء اللي داخل له فيريا 2000 بس 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 لا تخربوا لا تخربوا داخله حاجه واحده اللي يقول وش الحاجة له 2000 وش جلوع؟ لا بطارية غلط لا ينكسر لا ينكسر لا ينكسر شي 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 ينكسر عقل لا خلاص اتجاوب عليه يما نسري ضاري ليه نسري؟ انت قلتها 20 ساعة للمتابعين ما حد مظلة هو شيء بس تراحه هنا يعني اللي لو يقولون اي شيء بس تراحه يمكن يجيبونه المتابعين 24 ساعة 24 واصيل عمو الزيكة لين ما نسخ الليلة لين ما نسخ ما نسار الا بعد الظهر والله عاد انا بس بعد شوية ما جبتوها شكرا يد الثاني؟ لا طبعا مغلف لباته اوه نجاوب عليه عيال ترى فكناها وحيد ايه بكيفك محفظة عصي لا بس لا يخرب لا ينكسر لا تخضونه ينكسر والله وشو؟ بلا وشو ضايع؟ والله اني اعرف. لا كلب. والله اعرف. تعرف؟ انا وياه اللي حاطين مال. لا لا يا حبيبي، لا يا حبيبي انا يمكن اجاوب اخذ 2000. اجاوب بحساب وهمي. طيب. هذا مشى. خلاص مشى. شلون راحت علينا 2000؟ طيب انت الجواب تراكم جاوبته 5000 جواب ولا جبتوا الجواب الصح. طيب وش الجواب الصح؟ الباتسر الباتسر للان والله في كومنتات قاعدين يكتبون. طيب ليه متابعين 24 ساعة وحنا بس اللي ما يروح وهذا طول راح؟ هي طيب ما عندكم عن جدتي؟ طيب علمكم. شاش علمكم. باتر ها الصندوق هذا قدامكم والله. باتر يفتح. انا ودي اشوف. بس ترى الشطرطون والله العظيم ترى حاطه فيها تركيبه صح. لو شيء وشيء بيلغم سابق. لا 500 ريال علم. اسمع. انا وياه اللي حاطينه والله. اللي داخل الصندوق 2000؟ والله ما ادري. أصد مو أنا ما أقول إيه ولا أقول لا فيصل هو اللي يجاوب ودق عليه دق طيب هم جاوبين يا جماعة والله العظيم هم جاوبين أكثر من 5000 جواب هذا ما هو مخليه ينام يدق عليه الفين يا باري